ربما فيصل، رغم أن كل تصريح من مسؤول أوروبي يختتمه بالقول بأننا نسعى إلى الدبلوماسية، ولكن كما قلت الأجوبة التي تسبق ذلك كلها تبدو وكأنها استعداد للحرب. يقول وزير الخارجية الأوكراني الذي زار بروكسل اليوم واجتمع مع وزراء الخارجية الأوروبيين بأن على الأوروبيين أن يعطوا إشارة قوية لروسيا على أنهم أقوياء وعلى أنهم جاهزون لحماية أوكرانيا وأنها جزء حقيقي من أمنهم، لا بل هو يطالبهم بتطبيق جزء من العقوبات الاقتصادية الموجعة التي تم التوافق عليها هنا في بروكسل ولم تكشف تفاصيلها كي تبقى عقوبات رادعة. وعندما خرج من هذا الاجتماع الصباحي مع الأوروبيين قال وزير الخارجية الأوكراني بأنه تم التوافق على أن يدرب الأوروبيون مجموعات عسكرية داخل أوكرانيا. إذن هناك مساران يعمل عليهما الجانب الأوكراني والجانب الأوروبي، هما مسارا الدبلوماسية وأيضا الردع، والردع ينقسم إلى قسمين، أيضا ردع اقتصادي عبر هذه العقوبات التي لطالما جرى التلويح بها هنا، وأيضا تعزيزات عسكرية إن كان في اجتماعات الناتو الأسبوع الماضي وإن كان اليوم هذا القرار الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأوكراني، ولم يتم التأكد منه حتى الآن من المسؤولين الأوروبيين. إلى كيف معك سلمان، يعني الميدان هو الفصل وإن تضاربت الإدانات، اشتعلت بعض البؤر يعني على الحدود الأوكرانية الروسية، كييف تحاول أن تنأى بنفسها عن فتيل الحرب، ماذا في التفاصيل؟ بالفعل الموضوع الخطير اليوم بأننا بتنا نسمع عن أخبار إطلاق نار أو تبادل إطلاق نار أو حوادث حدودية بين روسيا وأوكرانيا. كنا نسمع في الساعات الماضية بإطلاق نار أو تبادل إطلاق نار بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دونباس. هذا هو التطور الخطير اليوم الميداني. صباحا تحدثت القوات أو وسائل إعلام روسية عن استهداف مركز حدودي في روستوف بدون وقوع إصابات، ولكنها تحدثت قبل قليل عبر الجيش الروسي بالقول بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير آليات عسكرية أوكرانية وتمكن من منع مخربين من اقتحام الحدود إلى روستوف الروسية. هذا الأمر نفاه كليا الجيش الأوكراني وقال بأنها معلومات زائفة وبأنه غير متواجد أصلا في روستوف الروسية أو بالقرب من هذه المنطقة. إذن ربما يمكن القول بأن المنطقة الحدودية بدأت تشتعل وبدأت خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية أيضا تشتد سخونة على وقع هذه الاتهامات وتبادل الاتهامات، خصوصا أن إقليم دونباس أو المسؤولين في دونيتسك ولوهانسك أيضا يتحدثون عن أكثر من 400 خرق لإطلاق النار. القوات الأوكرانية أيضا من جهتها تتحدث عن قذائف هاون تطلق من جانب الحدود من قبل الانفصاليين وتصيب أماكن عدة للجيش الأوكراني وأيضا أماكن سكنية. ربما هذه النقطة الساخنة الآن شرقي البلاد العين عليها بشكل أو بآخر. بحسب كييف ووسائل إعلام أوكرانية، موسكو قد تجد من هذه الحوادث المتسارعة ذريعة معينة لبدء عملية عسكرية أو غزو روسي معين انطلاقا من الجبهة الشرقية أو بسبب ما يحصل على الجبهة الشرقية من تسارع للأحداث. هذه هي التطورات هنا الميدانية في كييف التي تنتظر والتي أيضا تحبس أنفاسها نتيجة هذه التطورات وأصوات الرصاص إن صح التعبير التي تسمع بين الحين والآخر. سنبقى على اطلاع منكم عن تفاصيل هذه الأزمة من الناحية الميدانية والسياسية. من كييف سلمان العنداري، ومن بروكسل عزة غريبة.